فاني كنت مسكن في الظهرة. طلعنا من حوشنا ومشينا لين شبحنا المشهد يعني. These instruments of cultural corruption were rounded up in the Libyan capital over the past few days and brought to this square for a ritual public beating. That's it, Johnny. Go, go. Words quoted from Libyan leader Muammar Gaddafi's Green Book further inflamed the faithful, who set fire to the instruments. These sights and sounds. واحنا كان سنة صغير بس المشهد غريب إنه يحرقوا الآلات الموسيقية ما تفهمش علاش. بعد فترة اكتشفنا إنه مش الآلات الموسيقية بس حتى اللغة الإنجليزية وغيرها وحاجات زادي. صارت هلبة تغييرات بعدها. صارت هلبة تغييرات لدرجة إنه ما عادش يقدر حد يشد جيتار ويطلع للشارع. علاء العلواني فنان مغني ملحن مهندس. طبعا كنت نحب آلة الجيتار هلبة يعني موسيقى أم ربيع يعني في مربوعة فلان علم فلان يعني وكذا. وبعد فترة شكلنا باند وبدأنا من هذيك خشنا في تشكيل فرق وكذا وبدأنا نقدمه حتى في عروض من بعدها يعني. في هذيك السنوات يعني كان نادر ما تلقى شريط أجنبي موجود. فأول ألبوم فكر إني شريته بفلوس يعني بينك فلويد. كنت صغير في العمر بس كنت نحب الموسيقى البلوز بشكل غريب. كنا نسمع في موسيقى نسمع في البلوز من غير ما نعرف اسم الفنان طبعا. ما أنت لما تشتري شريط أو كذا ما فيش سي دي وتقرا تايتل عليك وكذا. لا ما فيش. فبتاخذ شريط الله أعلم صاحبك مسجله بلوز. أنت تبي بلوز بس ما تعرفش من هو اللي يغني. ففي فترة كنا نسمع في حاجات تو عرفنا ان هذا فلان اللي كنا نسمع فيه قبل بس ما كناش نعرفه اسمه. طبعا كنا صغار في السن. يعني لما كنا نسمع في ناصر المزداوي واحمد فكرون اي شكل من اشكال الموسيقى الغربية كان منبود نوعا ما خاصة من السلطة او الحكومة. تحسنت الاوضاع بعدها رجعوا الموسيقيين بس قاعد زي كأنه في حفرة بين زمن وزمن. بعدها رجعت الموسيقى تاني. لما رجعت الموسيقى اللي هم ناصر المزداوي وأحمد فكرون ورجعوا الفنانين وحاولوا بعض الفنانين أن يديروا ميوزك نفس النوع أو حاجة في نفس الليفل ما لقوش نجاح من الناس. إنه صارت فجوة وفي جيل طلع يسمع في موسيقى من نوع تاني. إحساس السمع عند الليبيين تغير يعني من بعدها لين بدا يرجع لكن قاعدة تشوهات في السمع. الموسيقى اللي بنشتغل عليها لازم تكون فيها فكرة وفي نفس الوقت ما نشتغلوش على الفكرة كموسيقى بس نشتغلوا حتى على المواضيع الأغاني اللي نتطرقوا لها لازم تكون ذات هدف يعني. في فترة كنت أغني عاطفي بس وقفت من سنوات يعني. ممكن العمر أو كذا مش عارف بس أنا نحب نغني في مواضيع تكون لها رسالة. بكل بساطة عندي رسالة بسيطة نحب إن نوصلها لأكثر قدر ممكن لو كان 10 أنفار. لو إن 10 أنفار سمعوني أنا عن نفسي راضية. يا أخي هذا الوطن يا أخي هذا الوطن يا أخي هذا الوطن الوطن ما هو كراسي أو لعبة يلعبها سياسي الوطن ما هو مناصب خاسر المغلوب والغالب الوطن ما هو كراسي أو لعبة يلعبها سياسي الوطن ما هو مناصب خاسر المغلوب والغالب يا أخي هذا الوطن يا أخي هذا الوطن